كاينين شي ناس كيقولوا لي انت ما عندكش الحق تتكلم على بنات الناس اللي في الامارات. هاد البنات هادو انا ماشي جيت وهضرت عليهم، انا هضرت عليهم موافقه نتاع الامهات نتاعهم. بشرى ام وصال انا اتفقت معاها وهي اللي صيفطت لي التصاور ديال بنتها باش نتكلم عليها، وملي عرفت الحقيقه عرفتها انها كتكذب. كيفاش هي طلعت في الفيديو كتقول انها مطلقه من 2011 وعندها دابا الولد في عمره 4 سنين؟ المعلومه جاتني حيت دابا باغيه تمشي للامارات ضروري تصرح بشحال ديال الاولاد اللي عندها. اما اميمه حتى هي كيفاش عرفت القصه ديالها؟ امها بالتبني هي اللي قالت لي تكلم على موضوع بنتي. وانا ملي كتجيني شي قصه إلا كانت مظلومة أنا كنهضر عليها مزيان، أما إلا لقيتها مقفرها ما كنتفاكش معها. أخبار عن أميمة، أميمة شدوها كتمارس تقواديت وكانت غدوز شهر ديال الحبس وتخرج، لكن ملي لقاو عندها جوج بنات وحدة في عمرها 19 عام وحدة في عمرها 20 عام قفراتها على راسها ولحد الآن مازال ما تحكمتش.